اليوم انت تواجدت في تونس كملاحظ للعملية الانتخابية، لو كان تحكينا شنو المشهد اللي ريتو، لو كيفاش تنجم توصفه لنا؟ طبعا الديمقراطية التونسية تعمل رغم كل شيء، ثم نسبة ضعيفة من المشاهدين صحيح، ونسبة هذه عندها تحليل، نسبة ضعيفة من المشاركين في الانتخابات عندنا تحليل سوسيولوجي. لا في سويسرا مثلا مرة انتخابات بلدية وصلنا 30% فقط، رغم أن الانتخابات في سويسرا صندوق الاقتراع يقع كان نهار أحد ساعتين برك من 10:30 النهار. علاش؟ خاطر قبل الشهر تقريبا يبعثوا لك ظرف، يبعثوا لك كوريي فيه القوائم مش تنتخبها أو الاستفتاء المشيوقة، وتحطه أنت في ظرف، والظرف هذا يمتمبر يعني من الدولة، وتحطه في أي بوست موجودة في كل أحياء باش ما يتعبوش الناخب، باش الناخب ما يمشيش ويتحركش وما يتنقلش إلى آخره. إذن يقع أنه ثم نوع من العزوف، نوع من العزوف باش نحلوه في العلوم السياسية، على أساس أنه خاصة فئة الشباب أنه ما يحدثش تغير كبير جذري، مرة يمين يسار ما شفناش حاجة جديدة جذرية راديكالية تغير. يعني أوروبا يحكم فيها الوسط كما يقول موريس ديفرجي منذ الحرب العالمية الثانية، بالتالي ما يتغير حتى شيء، راه مرة يمين مرة يسار. نحب نأكد أن الظاهرة هذه مش خاصية تونسية، ظاهرة عالمية، أن المشاركة في بعض الأحيان قد تضعف. بالنسبة للمشاركة التونسية ضعيفة صحيح. بالنسبة لأوروبا يجب نعرف، خاطر ثم الكثير من انتقادات لأوروبا. أنا شاركت في جنيف الدور الأول الانتخابات، طبعا التشريعي كنت موجود في تونس تاع الخميس، فبالتالي ما نجمش نشارك لأن المكتب بتاعي في جنيف. لكن في أوروبا علاش النسبة ضعيفة؟ لازم زاد نراعوا التوانسة موجودين في أوروبا وأمريكا، لأنه مش كل مدينة وكل حي في صندوق اقتراع. في بعض الأحيان الواحد لازم يمشي 200 كيلومتر السيارة بتاعه والكهرباء بتاعه باش ينخ، 200 مشي و 200 جاي، ينتقل مسافات بعيدة وطويلة. يعني في جنيف أنا محظوظ لأنه عندنا مركز في جنيف، لكن واحد مثلا في نشاتان باش يعمل، في الوزارة باش يعمل، يجي جنيف ولا يطلع البال للعاصمة السفارة التونسية؟ إذا ثم مشكلة النقل، مشكلة النقل، لأن الظروف في بلدان أجنبية مش كما الظروف في تونس. في تونس ما شاء الله كل حي كل شارع ممكن فيه مركز اقتراع، بينما كي يبعد عليك في أوروبا بالطبيعة ما تش الناس كل قادرة أني تقطع المسافات الطويلة وتشارك في الانتخابات. إذا في تونس طبعا الشباب وفيها من الناس ضد نهاية الانبهار للديمقراطية وإحساس أن الديمقراطية لم تأتي بأي شيء، بل بالعكس غلت الأسعار. هذا العامة ماذا تقول؟ يعني المواطن العادي شنو يحكي؟ شنو يحكي؟ الأسعار زادت، والجرب كان متحمس برشا في 2011 ونضعف شوي الحماس، لكن بقى متحمس 2014. بالنسبة لي رغم أنه غير الحزب الحاكم الأول من الناضل لدى تونس ما تغير له حد شيء، نفس القصة، انهيار الطبقة المتوسطة، انهيار ارتفاع شديد في الأسعار، انهيار القدرة الشرائية. فهذا المواطن هذا بدأ يتعب ويحس بملل مع التخمة السياسية. ثم التخمة السياسية أوفر برودكشن، ثم فائض إنتاج سياسي. شو معنى التخمة السياسية؟ كثرة بلاتوات وكثرة ملفات سياسية وكثرة الحركة وكثرة نبذ ونفس الوجوه الكريكرات اللي يحكوا صباح المساء ويعاود إلى آخره. فبدأ يمل المواطن. زيد على ذلك عندنا ظاهرة اللي هي معروفة ببداية الديمقراطية، وهو عدد أحزاب، عدد هائل في تونس. عندنا 850 حزب تقريبا، مش كل يحكي حتى رقم أكثر من 200 حزب. العدد هذا هائل جدا، وعملية المشاركة الواحد يأخذ ورقة عنده 60 قائمة 67 قائمة طبعا يحير. أنا في جنيف ونخب أيضا يحمل جنسية سويسرية وشارك حاجة سياسية، عندي 6 أحزاب 7 أحزاب تقدم قوائم. في أمريكا عندنا حزبين، الديمقراطي والجمهوري. في بريطانيا عندنا حزبين، المحافظ والعمال. في فرنسا 4-5 أحزاب كيف في إيطاليا. أما توصل 200 حزب وتوصل 60-70 قائمة فالتخمة السياسية كثرة كثرة كثرة، في حين هي الأفكار ثلاثة، يعني برامج ثلاثة، يا يمين مع القطاع الخاص وتخفيض ضرائب القطاع الخاص، أو مع اليسار يعني تقوية القطاع العام، أو تكون وسط يعني بين.
لكن عندنا 200 حزب، عندنا أكثر من كثير من الدوائر أكثر من 60 قائمة، هذا يضيع مع التخمة السياسية ومع كفر الحديث السياسي والبرامج السياسية، والمواطن بدأ يفت وبدأ يتأكد أو يحس بخيبة أمل أنه مشنا قادرين أن نغيره عن طريق الانتخابات. شاركنا مرة أولى ثانية، شاركت في انتخابات بلدية، الأمور من السيء إلى أسوأ، من السيء إلى أسوأ، لأنه بالنسبة لي يشوف المرشي، يعني يمشي المرشي سنترال، وقت يمشي المرشي ويشوف الأسعار ويشوف الشهرية ما عاد جايبة حتى شيء، يحس بألم كبير جدا ويحس بنوع من الغضب والسخط على الطبقة السياسية ويعاقب. عندنا مادة في العلوم السياسية درسوها في جامعة جنيف هي السلوك الانتخابي، الكومبورتمون الكتوال، علاش الناخب يغير رأيه. لاحظوا مثلا في فرنسا الناخب الفرنسي ولا بعد جاك شيراك، قبل فرانسوا ميتيرون وجاك شيراك كان الدورة أولى وزيد ينجح دورة ثانية، بعد جاك شيراك ولا يعطي دورة واحدة، ساركوزي دورة واحدة وينهار، يعني في الدورة الثانية يفشل بشكل بهزيمة تصويت العقابي. نفس الشيء وقع فرانسوا أولون، ونفس الشيء ممكن يقع لماكرون الآن شعبيته منحدرة، خاطر يعقد عليه الأمال فينهار، فخيبة أمل فظيعة في السياسة. هذا كل أدى إلى ضعف المشاركة الانتخابية، لكن هذه هي الديمقراطية، ما ترعبوش، هاي سويسرا عريقة جدا، وكما حكيت أن سويسرا حتى الانتخابات بالمراسلة، يعني المراسلة حتى التمر ما تدفعوش، ورغم ذلك وصلت نسب متدنية لحد 30% في انتخابات بلدية، لكن بصفة عامة يتقارب 50% عدد. رأينا التونسي في الانتخابات الرئاسية الأولى انتهج منهج الانتخاب العقابي ولا الفوت هذيك، معناها الانتخاب العقابي هذي كيفاش ينجم يكون انعكاسه على الطبقة السياسية اللي باش تصعد في المقابل، معناها في المرحلة القادمة. الشعار التونسي وهو شعار منطقي، جديد يا رابح، جديد يا رابح، معروف مثل التونسي هذا يعطي فرصة واحدة، طبعا باستثناء النهضة لأنه حزب تقليدي لدي عشرات السنين وعنده قيادة في الخارج وعنده إمكانيات مالية إلى آخره وعنده وضعية خاصة، لكن بقية الأحزاب المواطن يعطيها فرصة واحدة. نذكر 2011 أعطى فرصة كبيرة لحزب التكتل قيادة سيد مصطفى الجعفر، أعطى فرصة كبيرة حق الجمهور قيادة سيد أحمد نجيب الشابي، فرصة أيضا لمنصف المرزوقي بقيادة بحزبه، والعريضة الشعبية أيضا أعطاها، يعني تغرم بها 2011 كانت الأربع حزاب القوية مع النهضة. 2014 انهارت، تصور التكتل من رئيس مجلس التأسيسي إلى لا شيء، صفر مقاعد، نفس الشيء تقريبا للحزب الجمهوري، سي بي آر نفس الشيء أيضا أعتقد أربع مقاعد فانهارت. في المقابل تصعدت أحزاب جديدة بشكل بسرعة، من هنيدات تونس، أفاق تونس إلى آخره. المرة هذه أيضا يبدو أنه ثم اتجاه، ما زلنا ما عندناش النتائج النهائية وبالتالي ما نجمش نحلوها، لكن ثم اتجاه أيضا لمعاقبة الأحزاب اللي حكمت من 2014 إلى اليوم. حتى حركة النهضة بالتأكيد مش بتجيب 86 مقعد كما في 2011، مش بتجيب 69 مقعد مثل 2014، بتجيب حتى لو كانت حزب الأول بتجيب أقل بكثير من ذلك، لأنه سي لو ديزونشونتمون والماكس فيبر نهاية الانبهار بالحياة السياسية والحزبية، كما قلت مع هذه التخمة، مع إحساس بالعجز، إحساس أنه ثم قطيعة تامة بين النخب السياسية يشاهدونها في البلاتوات وفي التلفزيونات تتناقش وتصيح على بعضها البعض، وبين الشعب يعاني أكثر فأكثر في قوته اليومي في حياته اليومية. بعد 2019 كيف سيكون المشهد السياسي؟ قراءة في المستقبل، معناها بأحزاب نقولوا حركة النهضة مثلا هي الحزب اللي باش يبقى يحافظ على أغلبية، ولو أنها ماهيش باش تكون أغلبية مطلقة في البرلمان، مع حزب قلب تونس، مع حزب تحية تونس، كيف ترى هذه الأحزاب؟ كيف سيكون تواجدها وفاعليتها في تمرير القوانين أو في العمل الحكومي؟ طبعا احنا توا ما عندناش نتائج، لما تجي النتائج نجمو نبنوا على ذلك تحليل، لكن ثم فكره انه تشرذم النتائج، بمعنى انه ما ثمش لن تكون مثل 2011 حزب النهضه 86 مقعد قوي جدا ومع احزاب اخرى،
أو في 2014 حزبي اللول نداء تونس وثاني الماضي الاثنين برك نجم شكل حكومات إلى فيه، ثم خوف حقيقي أن نسحق ربما 4 أو 5 أو 6 أحزاب لأجل تشكيل حكومات إلى فيه. والمشكلة هنا هل نستطيع أن نجمع 5 أو 6 أحزاب لأجل تشكيل حكومات إلى فيه؟ ثم إمكانية أن نعجز عن ذلك بالتالي تتكرر الانتخابات مرة أخرى إذا عجزنا، وهذا حدثت مرة في تركيا. ثم إمكانية إذا نجحت أنه بعد حزب صغير حتى يكون عنده مقعدين أو 3 إذا سحب نفسه من الحكومة يسحب الثقة تنهار الحكومة. نذكروا في إيطاليا في الثمانينات القرن الماضي كل شهرين 3 حكومة، شهرين 3 حكومة، شهرين 3 حكومة. علاش؟ قد نحن في نظام شبه برلمان، نظام السياسي التونسي شبه البرلمان. في العلوم السياسية أنه قسم الأنظمة السياسية إلى 3 أنواع. النظام الرئاسي المطلق على سبيل المثال النظام الأمريكي، النظام الأمريكي نظام رئاسي مطلق، ترامب لما ينجح الانتخاب المباشر هو في نفس الوقت رئيس حكومة، فمش رئيس حكومة في أمريكا، رئيس دولة فقط، رئيس دولة هو رئيس حكومة ويعين نيشان من وزراء وقادة الجيش والمخابرات. نحن أمام رئيس نظام رئاسي مطلق حيث الرئيس لديه صلاحيات كثيرة في كل المجالات تقريبا، لا يعارضه إلا الكونغرس البرلمان أو القضاء، لكن السلطة التنفيذية نستولي عليها كل. في مقابل ذلك عندنا النظام البرلماني المطلق، مثلا نظام الإيطالي برلماني مطلق، حتى أنه متأكد كثير من التوانسة وحتى الناس في العالم ما يعرفوش كل رئيس إيطالي، يعرفوا رئيس حكومة لا يشوفوه في التلفز ويسمعوا في الأخبار، رئيس حكومة رئيس الدولة ديما مجهول لأنه مصبو شرفي ما عنده حد شيء. النظام الألماني نظام برلماني مطلق، النظام البريطاني نظام برلماني مطلق، البرلمان هو اللي يخرج السلطة التنفيذية، تنبثق السلطة التنفيذية تتشكل حكومة من البرلمان سواء بحزب عنده أغلبية مريحة أو بحكومة ائتلافية. بين النظام الرئاسي المطلق والنظام البرلماني المطلق عندنا نظام وسطي هو النظام الرئاسي المعدل أو البرلماني المعدل، يعني السلطة التنفيذية برأسي رئيس الحكومة يأتي من البرلمان يعني من الحزب الفائز أو البرلمان، ورئيس الدولة ينتخب مباشرة. هذا النظام في الواقع فرنسي، احنا أقرب ياسر إلى نظام السياسي الفرنسي لأن النظام البرلماني الفرنسي كان نظام برلماني مطلق، من بعد جاء شارل ديغول وعمل الاستفتاء الشهير الجمهورية الخامسة، حاب ياخذ صلاحيات رئيس، حاب ياخذ صلاحيات رئيس، فتعاملت الجمهورية الخامسة وتعادل الدستور استفتاء بعد استفتاء من أجل أن يكون رئيس صلاحيات. ففرنسا رئيس الدولة الفرنسية عنده صلاحيات أكثر من رئيس الدولة التونسية، لكن في نفس الوقت إذا ما المعارضة نجحت في الانتخابات التشريعية هو مضطر للتعايش، ممكن الحكومة مثلا تكون اشتراكية ورئيس دولة يمين أو بالعكس كما مع فرنسا ميتران، حكومة رئيس دولة اشتراكي والحكومة يميني. في تونس رئيس دولة وبرشة تونس ما يعرفوش صلاحياته رأي في الدفاع والخارجية، رئيس الحكومة عنده كل وزارات الأخرى، رئيس الحكومة المنبثق من الحزب الأول الفائز الذي يشكل حكومة سواء ائتلافية أو بأغلبية مريحة، عنده كل الحقائب الباقية، حتى وزير الداخلية نجم عينه رئيس الحكومة ورئيس الدولة يسمع الخبر كيف وكيف أي مواطن يشاهده في التلفزيون. إذا رئيس الحكومة حاب يطنش رئيس الدولة وما يتشاورش معه حتى في الموضوع باش نعرف الصلاحية. إذن عندنا إشكال حقيقي في نتائج الانتخابات وهو كيف ستتشكل حكومة من كم حزب، إذا كان عدد الأحزاب كثيرة إذا تشتت يعني الأصوات فثم إمكانية من صعوبة تشكيل حكومة أو من سقوط الحكومة بسهولة، وممكن كل شهرين 3 تسقط حكومة كما عاشت إيطاليا في الثمانينات من قرن الماضي. إذا كان رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان من ليس من حزبين من نفس الحزب، معناها هل يمكن أن يكون هناك صدامات بار إكزومبل بين رأسي السلطة؟ وارد جدا، لكن صدامات طبعا عندنا الدستور والصلاحيات واضحة في الواقع، وليس سرا نقول انه حدث الصدام كبير كبير جدا بين يوسف الشاذ سيد الشاذ والرئيس الراحل باجي قيصبسي، يعني حدث الصدام، تمنى باجي قيصبسي واراد ان يستقيل او يعزل يوسف الشاذ ولم يستطع بذلك لانه ليست لديه السلطة على يوسف الشاذ، البرلمان لديه السلطة. فمرة يوسف الشاهد بقي لم تسحب منه ثقة باعتبار لديه أغلبية فنجح بقى ضد إرادة رئيس الدولة وأصبح رئيس الدولة معزول، يستطيع أن يتصرف رئيس الحكومة يفعل ما يشاء بدون العودة إلى رئيس الدولة إلا في حالة الدفاع والخارجية، فهو مضطر لأن رئيس الدولة عنده الفيتو عنده حق وعين يختار رئيس وزير الخارجية وأيضا وزير الدفاع.
بعد المنصبين هذين البقية في حسب القدرة. إذا يقع صدام ما معنى صدام؟ صدام تصريحات، لأنه وقع صدام كما قلنا بالنصف الشاد ورئيس الدولة، لكن يأتي ذلك في توزيع السلطة. الدستور التونسي جيد من ناحية أنه يبعدنا على شبح الديكتاتورية، يعني تسلط الفرد والزعيم والقائد المطلق كما كان في الماضي ينتهي مع النوعية من الأنظمة السياسية. لكن الإشكال أو العيب من الأنظمة البرلمانية هذه هو صعوبة تشكيل حكومات وسهولة سقوط الحكومات، وبالتالي عدم استقرار سياسي. لو احنا نشوف رؤساء الحكومات في تونس، غير يوسف الشاهد عمل تقريبا 3 سنين قبل السيد عام، وفي عهد ترويكا كانت الحكومة وما دي جمعة كانت الحكومة تبقى سنة وسنة ونص. طيب إذا وزير يشد بق يأخذ منصب بتاعه لمدة سنة، هو باش يفهم الوزارة وملفات تعقيداتها يزمو سنة، باش يحضر برنامجه لإصلاح كل شيء ويبدأ يطبق السنة الثانية والثالثة والرابعة نشوفه في النتائج. لكن زاد من الظلم أن حاكم وزير على سنة، من الظلم حاكم وزير اش عملت في 6 شهور أو سنة. هذا الكل ما طبق خيارات، هي خيارات، لكن المشرع التونسي المجلس التأسيسي اختار من الدستور على أساس أن يكون برلماني معدل. طبعا الدستور مقدس في تطبيقه على الجميع، لكن الدستور يمكن تعديله في أي وقت في أي لحظة، لكن التعديل عبر آليات. رئيس دولة لديه صلاحيات استفتاء، مثلا يستطيع أن يطلب استفتاء لتعديل الدستور مثل ما فعل شارل ديغول مع الفرنسي، هذا ممكن. لكن العملية ليست سهلة، أعتقد أن النظام البرلماني أصبح ترسخا أكثر من النظام الرئاسي. ليس سهلا أنه ندخل في نظام رئاسي، لأن رئيس الدولة نفسه لا يستطيع أن يحول النظام السياسي إلى نظام رئاسي، وإنما البرلمان هو الذي يستطيع أن يحول النظام السياسي إلى نظام